بعد أكثر من 6 شهور ما تزال أنفاق الحوثي وألغامه حجر عثرة وموت محقق هو نتيجة حتمية لتراكمية الموت التي تحملها الميليشيات للبشر والحجر على حد سواء. ثانيا هذا الجهاز اللي عن التفجير عن بعد كان موجود في عش الغراب في الشجرة. هذا هو الطريق العام قرب دوار المنظر البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة. كانت الميليشيات قبل فرارها من هنا تحاول قطع الطريق وعزل الحديدة، لكن وتيرة المعارك كانت أسرع من أن يفجر الحوثي هذا الشريان الرئيسي. هنا وجدت الفرق الهندسية عبوات ناسفة تصل وزن كل واحدة منها إلى 80 كيلوغراما من السيفور شديد الانفجار. هنا أيضا تم انتزاع صاروخين يزن كل واحد منهما نصف طن من المواد المتفجرة والمعدة بصواعق قابلة للتفجير عن بعد. ميليشيا الحوثية تعمدت زرع مثل هذه الكميات في يعني المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة. هنا معروف أن هذه المنطقة تمر فيها شاحنات الأغاثة الدولية، شاحنات الأغاثة الدولية من الحبوب والمشتقات التابعة لها، وبالتالي تعمدوا نصب هذا الكمين الفخخ حتى يعيق حركة الميناء، المسافة ما بين الميناء والمطاحن. سيتم تدمير أي حبوب أو أي مواد إغاثية يعني داخلة في مطاحن البحر الأحمر. كل هذه الكميات كانت كفيلة لعزل جنوب الحديدة عن الدريهمي وتدمير ما مساحته كيلومتر مربع، إلا أن العناية الإلهية شاءت دون ما إرادة الحوثي التخريبية. وفي اكتشاف هذا النفق دلالة واضحة على استعدادات الحوثي الذي يقايض فيها الحياة بمجرد بقاء سيطرته على الحديدة وعدم التقدم صوب مواقعه، كما تنبئ هذه الأنفاق التي عجز الحوثي عن تفجيرها على قوة خطة تحرير الحديدة والتحرك الخاطف الذي أربك الميليشيات.